العكس هو الذي حدث، وفراس شواط في تنفيذ هذه ركلة الجزاء، ولكن بحول الله أحمد بوطاقة سيكون لها بالمرصاد. فراس شواط إذن أمام أحمد بوطاقة، فراس شواط يستعد للتنفيذ. احتكاك بين عناصر الفريقين، فراس شواط في تنفيذ ركلة الجزاء. الدقيقة 3 من الوقت، هدف أول لصالح النادي الصفاقسي، هدف أول في الدقيقة 48 من زمن المباراة، وفراس شواط إذن يعود بالنادي الصفاقسي في توقيت مهم ومهم جدا. لم نشاهد الإعادة بالشكل اللازم وبالعدد اللازم حتى نحكم على حقيقة اللقطة السابقة، وفي تقديري أن رفع رجل من طرف فراس شواط كان يقتضي منح المخالفة للحارس ومنح البطاقة الصفراء لفراس شواط، لكن العكس هو الذي حدث. على كل هدفين مقابل هدف، ونهاية المرحلة الأولى بتفوق عناصر النادي الصفاقسي التونسي بهدف فراس شواط في الدقيقة 48 حتى بعد نهاية الوقت البديل من الضائع. وقسم يواصل الاستفزاز ويواصل إثارة الجدل مثلما كان عليه الحال في مختلف